علينا كلنا أن نشكر الله في كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح. وأنا أقول مع النبي صموئيل: إلى هنا أعاننا الرب. سنة جديدة ونريد أن نكرس حياتنا وخدمتنا في بشرى السلام لمجد الرب ولنشر كلمته المقدسة في كل مكان باللغة العربية. شكرا لله الذي أعان بشرى السلام لكي تستمر، وبدون مساعدة الرب ومساعدتكم أنتم المشاهدين الكرام لا يمكن أن تستمر، بحاجة إلى مساعدة مادية. وأنا واثق بأن الرب سيبارك كل من يقدم بسخاء. وأيضا نريد صلوات الجميع من أجل هذه الخدمة المقدسة. إنني أرحب بالموجودين هنا وبالذين يشاهدوننا أينما كنتم. البرنامج هو كالآتي: استمعنا إلى ترنيمة من جوقة بشرى السلام، وسوف نصلي. ستقدم برنامج الصحة الدكتورة وايز، أيضا موسيقى خاصة ستكون ترنيمة، وقصة الأطفال من السيد حني، قراءة الكلمة المقدسة من السيدة جينا، العظة من القس أديسون عكراوي. سننهي هذا البرنامج بترنيمة وأيضا سنصلي. Yeah.
دعونا نصلي. شكرا لك يا إلهنا، ونحمدك من أجل كل حسناتك ومراحمك علينا. نريد أن نكرس حياتنا وهذه الخدمة من جديد في بداية سنة جديدة، فأرجو أن تبارك جميع العاملين في هذا البرنامج وبهذه المحطة. إنني أصلي من أجل جميع المشاهدين، وأرجو أن يكون في هذه السنة العدد أكبر، لأن العالم بحاجة إلى يسوع، وهو مستعد أن يعطي السلام والخلاص للجميع، لجميع الذين يقبلونه ويطيعون وصاياه. أرجوك يا رب أن تبارك الناس الخائفين المضطربين المشردين الجياع في بلادنا العزيزة. أصلي من أجل المرضى والمتألمين، أنت قادر يا رب أن تشفي وتغفر وأيضا تخلص إلى التمام. بارك هذا البرنامج، هذا الوقت، وأعطي للجميع نعمتك وروحك القدوس، وخاصة لخادمك القس أديسون عكراوي. نطلب كل هذا باسم يسوع، آمين. ما هي أمنيتك للعام الجديد؟ كتب السيدة بدينة البنية رسالة إلى سانتا كلوس تعلمه بطلبتها للعام الجديد، وقالت: أود أن أكون نحيفة البنية، ولكن رصيدي في البنك أن يكون سمين وله شحم ودسم، ولا تغلط ولا تقلب طلبتي كما فعلت العام الماضي. طلبة يتمناها الكثير منا، وتمنيات نؤمل أن ننالها، وهذا ما يعرف القاموس ويبستر التفاؤل، هو الشعور والاعتقاد بأن أشياء جديدة ستحدث في المستقبل، وأن ما نتمناه سيحدث لنا. يقال بأن الفرق بين المتفائل والمتشائم هو أن المتفائل ينظر إلى الدونت وينتظر أن يلتهمها، أما المتشائم فإنه ينظر إلى الحلقة الفارغة في الوسط ولا يرى ما يلتهمه. إذا فكرتم بأن فقط الطلاب عندهم امتحان فلا تتفائلوا بذلك، لأن اليوم عندكم امتحان، فحضروا الورقة والقلم. الجواب سيكون: لا أوافق مطلقاً،
وهذا يعطي صفرا، لا أوافق وهذا يساوي نقطة واحدة، ثم محايد أو نيوترال نقطتين، أوافق ثلاث نقاط، أوافق كليا أربع نقاط. الأسئلة رقم 2، 6، 7، و10 هم مجرد أسئلة للعلم ولا يحسب لهم نقاط. النقاط مرة أخرى: لا أوافق مطلقا صفر، لا أوافق نقطة واحدة، نيوترال نقطتين، أوافق ثلاث نقاط، أوافق كليا أربعة نقاط. الامتحان هو عبارة عن جمل ولكم الاختيار أن توافقون أو لا توافقون عليها، والنقاط حسب الجواب. أولا: في أوقات محيرة عادة أتوقع الأحسن. ثانيا: من السهل علي أن أسترخي. ثالثا: إذا أمر سيء سيحدث فإنه سيحدث إن شئت أم أبيت. رابعا: إنني دائما أنظر للجانب الموجب للأمر. خامسا: إنني دائما متفائل لمستقبلي. سادسا: إنني أتمتع بوجود أصدقائي. سابعا: من المهم أن أبقى مشغولا. ثامنا: من الصعب علي أن أتوقع الأمور أن تسير حسب رغبتي. تاسعا: الأمور عادة تسير ضد إرادتي. عاشرا: لا أغضب بسهولة. 11: إنني أؤمن بأن لكل غيمة بطانة فضية. 12: قليلا ما أعتقد أن شيئا حسنا سيحدث لي. فإن كان التوتال سكور الذي جمعتموه يساوي فوق 17 نقطة فإن الشخص يعتبر متشائما، ولكن إن كان السكور التوتال أقل من 17 فإن الشخص يعتبر متفائلا. لأول أسبوع من السنة اخترت موضوعي عن التفاؤل، إذ وددت أن يكون عام 2016 مملوءاً بالفوائد التي نجتنيها إن كنا متفائلين. دراسات عديدة أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا وكلها تدل بأن التفاؤل له تأثير موجب على صحتنا العقلية والنفسية والجسدية. إن التفاؤل يجعلنا أن نكون فرحين، ناجحين في كل أمور الحياة وأصحاء. إن التفاؤل يقلل الإصابة بالكآبة ويقلل القلق، يزيد مناعة الجسم، يحسن الصحة النفسية والجسدية، يقلل الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، يخفض ضغط الدم، يعطي الشخص القابلية لتحمل الأيام الصعبة والسترس، ويطول عمر الإنسان. إن التفاؤل والتشاؤم هما اختيارنا، والمهم أن التفاؤل أمر من الممكن أن نتعلمه. إليكم بعض الأمور التي تساعدنا لكي نكون متفائلين. أولاً: أن تفكر موجباً ليس لنفسك فقط بل للآخرين أيضاً. لا تقارن نفسك بالآخرين لأن لكل شخص مواهب خاصة به. حاول أن تجد ما هو حسن في كل حالة حتى في الأوقات الصعبة. عندما تقابل الصعوبات ركز على الموجب بدلاً من السالب. حاول أن تحسن صحتك بممارسة الأكسرسايز وتناول الطعام الصحي والنوم الهادئ، إذ لما تشعر جيداً فإن نظرتك للحياة ستكون جيدة أيضاً. تحدى فكرك وتعلم شيئاً جديداً يومياً. في بداية عام جديد والتقويم فارو وصفحات بيضاء، عجباً بماذا سنملأها؟ في عالم مضطرب بالمشاكل والحروب، هل من السهل أن نكون متفائلين؟ دعونا نصل إلى ما قاله رئيس السلام
ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وشكرا. سهلا فيكن يا حلوين لقصة الأولاد الصغار. أنا اليوم بدي أحكي لكم قصة عن بنتين. هؤلاء البنتين، واحدة اسمها جولي واحدة اسمها جانيت. جولي وجانيت ما كانوا بس خوات، كانوا توم وكانوا رفقة كمان، كانوا يحبوا بعضهم كتير. في يوم قالت لهم الماما أنا بدي أخذكم معي على المدينة. قالوا بصيرتنا رايحين بالسيارة مشوار، خلينا ناخذ لعبنا معنا. So جولي أخذت هاي اللعبة وجانيت أخذت اللعبة الثانية وأخذوهن معهم وراحوا بالسيارة. وهن ورايحين كانت جولي تقلها للعبتها شوفي هاي السيارة لونها أحمر، هاي ديك تقلها شوفي السيارة. صاروا يلعبوا كأنهم لعبهم رفقاتهم، تحدثوا مع اللعب وفرجون الطريق وفرجون السيارات والجبال وحكولن كتير. وكل وحدة منهم فرحانة وعم بيلعبوا انه اخدين لعبهم مشوار ورحلة، بس الرحلة صارت طويلة وتأخرت ليوصلوا على سفرتهم. وبعدين ضاجوا وبعدين صاروا يتخانقوا. جولي تاخذ اللعبة من اختها الا انا انت ما بتهتمي فيها منيح، ما بتمشطي لها شعرها، انا رح اخذها منك. جانيت تاخذ اللعبة من ايد اختها وتخانقوا بالطريق كثير. هن وعم بيتخانقوا كل شوية تقول لهم امهم بكفي بقى، لشو عم تتخانقوا؟ يقولوا لها اختي ما بتعرف تلعب بلعبتها،
مش عم تحكي معها، مش عم بتسليها. اخيرا هايدي جولي اخذت لعبه اختها اللي هي شعرها طويل، اخذتها منها ونتشتها بقوه واخذتها. هذيك شدت لعبه اختها واخذتها، بعدين قالت بدي اعذبها لاختي اكثر شوي، نزلت الازاز ومسكت اللعبه بايدها ونزلتها من الشباك هيك، وصارت جولي تصرخ وتبكي. وبعدين الام قالت لهم بكفي بكفي، وهني ما عم بيردوا عليها. وبعد اللعبه منزلتها من الشباك بايدها، وهذيك تصرخ وتقول بدها توقع اللعبه بدها توقع. وقالت للام بتشوفوا شو بصير، وقفوا لشوف. مهلت سيارة وحودت على جنب. وبتعرفوا يا حلوين شو بيصير وقت الماما بتوقف السيارة؟ أكيد في قصاص هلأ بدها تعمل لهم قتلة. بهالوقت وقت اللي هي حيدت السيارة لحتى تمهلت، جانت فكرت إنه هلأ إذا رميت اللعبة ما بيصير شي، بس بدي خوفها لأختي كتير. ومثل ما هي نزل اللعبة من الشباك رميتها على الأرض، وهايديك صرخت وبكيت وكيف بتوقع اللعبة على الأرض. فتحوا باب السيارة ونزلوا ليشوفوا. قالت له ماما أنا بس رميتها بعد ما أنت وقفتي ما بيصير لها شي، بس وقت اللي نزلت ولا تشوفها لقيتها للعبة تحت دولاب السيارة. كانوا الوشة مكسر، صدرة خربان، بدها كلب. قالت هاي اللعبة بعد ما ابتسوا ما بقت إلا لعبة جولي اللي كانت صاحبة المشاكل. أمهم بدها تحضرهم القصاص بس يرجعوا على البيت، بس ما كان هيدا هو المهم. المهم كان إنه قديش هن زعلانين. أولاً جولي وجانت هن أعز أصدقاء بعضهم، وكيف هلأ أني وحدة منهم عملت هاي المشكلة؟ رح يتعادوا، هاي أصعب شيء إنها تكون أختها مش صديقتها. وراحوا على البيت، كل وحدة راحت على غرفتها، بس جانت ما رضيت بهالشي. قالت أنا بدي روح انتقم لنفسي من أختي، بدي روح شدلها شعرها للعبتها وكسرها راسها وخرب لها، مثل ما هي خربت لي لعبتي أنا رح أخرب لها لعبتها. ومشت على مهلة وفتحت باب غرفة أختها، وفكرت أختها مش بالغرفة. عملت أختها هيك، جانت أيامس أنا كتير كتير متأسفة شو عملت لك للعبتك، أنا كتير متأسفة، أنا ما كنت بقصد هيك. هي فكرت كيف أنا أختي ما تقابلني هيك، وأنا كنت جاي بدي موت للعبتها بدي كسر لياها. قالت لها تعي لقلك هاي لعبتي انت خديها، هاديك لعبتك من كبة وخدي لعبتي انا ما بدي لحب. قالت لا ما باخذ لعبتك، انا كمان متأسفة لاني كنت ناوية خرب لك لعبتك وقصر لها شعرها واكسرها، انا كمان متأسفة. وهون البنات الخوات اثنيناتهم كتير كانوا خايفين انهم يكونوا اعداء للأبد وما في عندهم اصدقاء، بس المحبة انتصرت وتسامحوا وحبوا بعضهم وقالوا نحن هاي اللعبة اللي ضلت بنلعب اتنيننا فيها مش وحدة وحدة. صاروا يعملوا مدرسة وحطوها للعبة وجابوا لعب تانين وقعدوا يعلمون. ويقول الكتاب المقدس بيقلنا لا خوف في المحبة، وقت اللي بيكون الناس بيحبوا بعضهم ما بيخافوا من بعض، وبعدين بيحبوا يسوع، يسوع بيسامحهم. وبعدين جولي وجانت تسامحوا، لعبي كبوها ولعبي ضلوا يلعبوا فيها مع بعض. يا صغار يا حلوين برجو انكم تتذكروا هالقصة حتى تكونوا لطيفين حتى مع اللعب، ما تقسوا عليهم وتكسرون حرام. قراءة اليوم من الكتاب المقدس ستكون من إنجيل مرقس الإصحاح الرابع العدد 36 إلى 41. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة، فحدث نوء ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما،
فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك إننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. آمين. وسعدتم مساء أيها العابدون، ونرحب أيضا بالمشاهدين. المسيح يأمر تلاميذه أن يجتازوا إلى العبر بعد أن علم جمعا غفيرا طيلة ذلك الصباح حتى المساء عن بأمثال عن الزارع وعن ملكوت السماوات، فأصبح متعبا مرهقا، وكان عليه أن يذهب إلى كرة الجدريين التي هي عبر البحر. بما أن الوقت هو مساء أراد أن يستغل الليل في السفر، فاتخذ من مؤخرة السفينة مكانا ليستريح فيه. تنطلق السفينة بالتلاميذ، ولكن سرعان ما يتغلب على المعلم النوم من جراء تعبه فينام نوما عميقا. وبينما هو نائم فإذا بالسماء تتلبد بالغيوم وتهب من الشرق عاصفة هوجاء على البحر تقلبه رأسا على عقب، وإذا بالتلاميذ يحاولون جهدهم السيطرة على الموقف ولكن من دون جدوى. فأية عاصفة هذه التي تجعل من صيادين شجعان قضوا عمرهم في اجتياز البحر أن يخافوا؟ كان هذا اختباراً عظيماً لهم. فالأمواج تتلاطم بالسفينة، لا بل وتغطيها، وكأن البحر يبتلعهم. يقول الكتاب المقدس عن السفينة: صارت تمتلئ بالماء، حتى صارت تمتلئ بالماء. وإذ هم منهمكين في محاولتهم إنقاذ أنفسهم، نسوا أن يسوع هو على ظهر السفينة. وأما الآن وبعد أن باءت محاولاتهم بالفجر وليس أمامهم سوى الموت غرقاً، تذكروا أن يسوع الذي أمرهم بعبور البحر، فابتدأوا بالمنادات عليه: يا معلم يا معلم، وليس من مجيب، حيث أن عظم صوت البحر وصوت الأمواج وهي تتلاطم بالسفينة ابتلعت أصواتهم، ولم يروه لأن الظلمة كانت حالكة. فإذا بالشكوك تجتاحهم: هل هجرهم يسوع؟ هل تخلى عنهم؟ وهل ذاك الذي قهر الأمراض والشياطين يعجز الآن عن تقديم المساعدة والعون لتلاميذه؟ وهل يغفل عن ضيقتهم هذه؟ ابتدأوا يصرخون مرة أخرى ولكن من دون جدوى، وابتدأوا يشعرون أن سفينتهم في طريقها إلى الغرق. ولكن فجأة يخترق وميض البرق أحشاء تلك الظلمات، فتحول للحظة تلك الظلمة الحالكة إلى نهار، وإذ بهم يكتشفون أن السيد نائما في المؤخرة، فيصرخون ويوقظوه قائلين: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ كأنهم يقولون له: كيف لك أن تنام ونحن نكابد خضر الموت غرقا، وكأن الأمر لا يعنيك. فإذا بيسوع يستفيق من نومه ويبدو على محياه الهدوء والسلام،
ويقف في وسط السفينة ناظراً إلى تلاميذه بأسف وعطف. نعم، الأمواج تتلاعب بالسفينة كأنها كرة صغيرة لا حول لها ولا قوة، تقذفها يميناً ويساراً، ومع هذا يظل يسوع محافظاً على هدوئه. ليس لأنه سيد الأرض والبحر والسماء، لا، بل كمن أخلى نفسه مستريحاً بالإيمان في محبة أبيه ورعايته. فإذ به ينتهر الريح ويصرخ في ذلك البحر الغاضب قائلاً: اسكت، ابكم. وإذا بالعاصفة الهوجاء تهدأ والأمواج تسكن والسحب تنقشع والنجوم تتلألأ في السماء والسفينة تسير هادئة آمنة، يلتفت يسوع إلى تلاميذه ويقول لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فإذ بالتلاميذ ينصعقون من حول ما رأوا، كل منهم ينظر في وجه الآخر مندهشين مما حدث. استولى عليهم صمت مهيب حتى أن بطرس لم يحاول التعبير عن الرهبة، رهبة الموت التي ملأت قلبه. ففي غمرة السكون نسي الخوف، وابتدأ التلاميذ يتهامسون قائلين: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. نعم إخوتي، إن هذه الحادثة تنطبق على حياة كل منا. فإذ نجوس في بحر هذه الحياة المضطرب، فإن أمواج التجارب والضيقات تتلاعب بنا يمينا وشمالا، صعودا وهبوطا. والحاجة هي أولا وأخيرا إلى الثقة والاتكال على الرب، لأنه قادر، لأنه قادر أن يخلصنا من كل ضيق ومن كل تجربة، وبطريقة لا تخطر على بال إنسان. عندما خرج شعب الله من مصر بعد الضربات التي ضرب بها الرب المصريين، سعى فرعون وراء الشعب بجيش كبير، ولما رأى كل الشعب فرعون وجيشه خافوا، فشدد موسى الشعب إذ قال لهم: لا تخافوا، كما هو جاء إن وددتم التصفح معي إلى خروج الإصحاح 14، إذ يقول لهم موسى: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. كأن موسى كان لموسى من الإيمان ما يجعله يثق في الرب ثقة كاملة، حيث يقول أيضا، أعيد هذه الكلمات: الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. كأنه يقول لهم: أنتم تؤمنون بالرب فلا تخافوا، ثقوا به، فقد أصبحتم تحت حمايته وهو المتكفل بكم. الرب لا يقبل أن من يؤمن به ويتكل عليه يصاب بأذى، لأن من يعتدي على شعب الله كمن يعتدي على رب الإله الخالق الجبار نفسه.
أنتم الآن خاصته، الرب سوف يقاتل عنكم. يمكنك متابعة هذه المعجزة العظيمة لاحقاً بقراءة سفر الخروج الإصحاح 14. دعونا ونحن نتأمل في هذه التجربة أن نستحضر أمامنا تجاربنا الخاصة التي مررنا بها سابقاً، وكيف أن يد الرب خلصتنا من جميعها. كنت مدعواً خلال الأسبوع الفائت في بيت أحد الأصدقاء، وإذا بإحدى السيدات الفاضلات اللواتي أعتز بهن تسرد لي القصص التي مرت بها في بلدها وكيف أن الرب خلصها من جميعها، وأذكرتني بالكلمات أو بالتجارب التي أنا مررت بها وكيف أن الرب خلصني منها جميعا. ربما في أمسية ثانية أستطيع أن أقدم بعض هذه الاختبارات. إن الله كلي القدرة والجبروت، الحاجة فقط هي أن نتكل عليه. من نفسك لا تستطيع أن تفعل شيئا. التلاميذ مع كونهم يعلمون أسرار البحر لأنهم صيادين، إلا أنهم لم يستطيعوا التغلب على تلك التجربة بقوتهم وفطنتهم. الحاجة هي إلى الإدراك أنك أضعف من أن تجابه التجربة لوحدك، وأن تلقي كل اتكالك على رب يسوع المسيح. عندما تشعر بضعفك يأتيك وعد المخلص: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. شعر حزقية الملك أنه أضعف من أن يواجه سنحاريب ملك آشور الذي جاء بجيش جرار لدخول أورشليم، فمزق حزقية الملك ثيابه وتغطى بمسح، ثم دخل بيت الرب وصلى قائلا في ملوك الثاني الإصحاح 19 والأعداد من 15 إلى 16: صلى حزقية أمام الرب وقال: أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماء والأرض، أمل يا رب أذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر، واستمع كلام سنحاريب الذي أرسله ليعير الله الحي. لقد آمن حزقية أن من يريد الأذى بشعب الله كأنه يتعدى على رب الإله نفسه. ثم يأتي جواب الرب على لسان أشعياء النبي إذ يقول في العدد 20: فأرسل أشعياء بن آموس إلى حزقية قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك آشور: قد سمعت. ثم يقول في الأعداد من 32 إلى 34 في نفس الإصحاح، من الإصحاح 19 من ملوك الثاني، الأعداد 32 إلى 34: ولذلك هكذا قال الرب عن ملك آشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بتوس
ولا يقيم عليها متوسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب. يعجبني الكتاب المقدس عندما يقول الرب. هذا وعد لي ولك، يقول الرب. وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي. الرب يخلص شعبه من أجل نفسه، لأنهم خاصته، لأنهم رعيته، ولأنه كراعي صالح قادر أن يحمي رعيته. لا نعرف كيف يكون رد الرب، ولكن نثق في قدرته. ثم يقول في العدد 35 وإلى نهاية الإصحاح الآتي: وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش آشور 180,000، ولما بكوا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة. فانصرف سنحاريب ملك آشور وذهب راجعا وأقام في نينوى، وفيما هو ساجد في بيت نسروخ إلهه ضربه ابناه بالسيف ونجوا إلى أرض آرات، وملك أسرحدون ابنه عوضا عنه. هكذا خلص الرب شعبه في أورشليم من ذلك الخطر ومن تلك التجربة العظيمة، من دون أن يمس أحد من الشعب. الرب الإله لا يخلص من الخطر فقط، بل يزيل الخطر نفسه. فكما أن الرب لم يخلص السفينة والتلاميذ من الهلاك فقط، بل أسكت وأبكم مصدر ذلك الخوف والاضطراب. انتهر الريح وأسكت البحر. كذلك شعب الله عندما أخرجهم الرب من أرض مصر لم يخلصهم من يد فرعون فقط، بل أباد فرعون وجيشه. وكذلك الحال مع شعب الله في أورشليم في أيام الملك حزقية، حيث أباد الرب جيش سنحاريب ومن ثم ضرب سنحاريب بالسيف من قبل ابنيه. أعزائي، علينا أن نثق في ربنا وإلهنا من أنه قادر أن يحفظنا إلى التمام، الذي قال عن نفسه: ها أنا ذا الرب إله كل ذي جسد، هل يعسر علي أمر ما؟ نعم، لم يعسر عليه شق البحر ولا إسكاته، لم يعسر عليه ضرب تلك الجيوش، وهو بالإضافة إلى ذلك لا ينعس ولا ينام. في بعض الأحيان عندما تهب العواصف، عواصف التجارب علينا، يبدو المسيح وكأنه نائم، ولا يلتفت إلى صلوات أبنائه، ولا يظهر في الحال لإغاثتهم. وإن كان يبدو أنه يتأنى، فهو لا يتوانى. وإن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر، كما قال حبقوق. ويقول المرنم في الإصحاح 121: لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، لأنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. إن الذين يشكون في عناية المسيح بشعبه وقت الضيق يسيئون إليه إساءة شديدة جدا.
إن السفينة التي يوجد المسيح فيها لا يمكن أن تغرق وإن تلاعبت بها العواصف والتجارب والأمواج، والعليقة التي يوجد الله فيها لا يمكن أن تلتهمها النار حتى وإن اشتعلت فيها. ثم هناك أمر هام يجب أن لا يغيب عن بالنا أبداً، ألا وهو الصلاة. علينا أن نرفع قلوبنا إلى فوق من حيث يأتي عوننا، معترفين بضعفنا وبقدرة المسيح على تخليصنا من اضطرابات الحياة. ليس كالتلاميذ نأتي بخوف إلى المخلص، ولكن بثقة وإيمان. إن الذين تغامرهم الشكوك بأن المسيح لا يهمه أن يهلك شعبه يحق لهم أن يشكوا في إيمانهم، ويحق للمسيح أن يوبقهم. إن الهدوء والسلام والاطمئنان هي الصفات التي يمتاز بها المؤمن الحقيقي عند وقوعه في التجربة. تقول القصة أنه صدر الأمر بنقل أحد الضباط الأتقياء مع فوجه إلى خارج البلاد، وكان عليه أن يبحر بسفينته مع عائلته. وبعد 3 أيام من بدء رحلتهم في البحر، واجهتهم عاصفة هوجاء هددت بتدمير السفينة وما عليها من ركاب، وبدأ الرعب يدب في نفوس الركاب وحتى إلى نفوس طاقم السفينة. كانت زوجة ذلك الضابط خائفة ومرهقة الأعصاب إلى حد كبير، أما هو فقد كان هادئاً لا تبدو على محياه أي من سمات الخوف أو الفزع. وقد لاحظت الزوجة هذا الهدوء فابتدأت تلومه، لأنه لم يبدي أي قلق مما يجري ويتصرف ببرودة أعصاب. فقالت له: إذ لا تهتم بما سوف يجري لك، فعلى الأقل اهتم بالأولاد وبي. لم يجاوبها بكلمة، بل ترك المكان وذهب إلى غرفته، وأحضر بعد وقت قصير معه سيف حاد بتار، ووجهه إلى صدر زوجته. في وسط تلك العاصفة ضحكت الزوجة، فقال لها: لماذا ضحكتي والسيف موجه إلى صدرك؟ قالت: لأنه موجود في يد من أحب. قال لها الزوج: وهذا تماما شعوري أنا، في وسط هذه الزوبعة أنا في يد من أحب، في يد الخالق العظيم الذي يمكنني أن أتكل عليه. أخيراً أقرأ لكم هذه الكلمات من كتاب مشتهى الأجيال: إن الإيمان الحي بالفادي يهدئ بحر الحياة المضطرب، وينقذنا من الخطر بالكيفية التي يرى هو أنها أفضل من سواه. في وسط تجارب هذه الحياة، ثق واتكل على الرب الإله لأنه قادر أن يخلص إلى التمام. وتذكر حافظك لا ينعس ولا ينام، لأنه وإن تأنى فإنه لا يتوانى. تواصل مع السماء يومياً من خلال الصلاة برفع قلبك إلى الإله السرمدي خالق السماء والأرض. Thank you.
دعونا نصلي. إله السماء والأرض والبحر، خالق العظيم، إله المحب، نشكرك من أجل عظمة السماء، ونشكرك من أجل يدك القادرة أن تحفظ إلى التمام. إذ نبدأ سنة جديدة نرجوك ونتوسل منك إلهنا المحب أن تعضدنا بيمينك وأن تساعدنا، وإذ نجوز في هذه السنة أن تعضدنا بقوتك وأن تساعدنا أن نفرح دائما بخلاص الرب، وأن تساعدنا دائما أن نعيش حياة ملؤها الفرح والسعادة لأننا في صحبة الرب. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نطلب، آمين.